التعديل المقترح مادة 185 إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية. الدور الأساسي للمجلس والتنسيق في الشؤون القضائية طريقة التعيينات الجديدة، الاختيارات الجديدة، الترقيات، الند، هذا دوره فقط، ولكن ليس له علاقة بالأعمال القضائية، بالعمل القضائي على الإطلاق، ولا يجوز له أن يتدخل في أي عمل قضائي على الإطلاق، سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري، هيئة قضاء الدولة، النيابة الإدارية، غير مسموح بهذا الإطلاق. العبرة هنا ليست بأنه رئيس الجمهورية هو الذي يرأس الاجتماع، ما العبرة أن هناك مجلس، والمجلس مجتمعا بأعضاء السلطة القضائية من خلال الرؤساء هو اللي بيدير الأمور، سواء حتى في التعيين، سواء في النقل، سواء في الند، أي مكان الأمر، إنه رئيس الجمهورية لا يتدخل في الأحكام، هي دي نقطة رأسها. التعديل المقترح استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. أرى أنه يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، ولكنني أميل إلى أن يكون هذا النائب نائبا متفرغا ليس لديه تطلعات. نحن محتاجين لوجود نائب رئيس الجمهورية على الأقل يعاون رئيس الجمهورية في المهام الجسام التي يقوم بها، لأنه بيباشر كل المسؤوليات دون معاونة حقيقية، فلابد من أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية يعاونه ويتولى مهامه في بعض الأوقات، وليس يعني مش مقبول نحن نرمي الحمل كله على رئيس الجمهورية لوحده، لا، لابد أن يكون نائب يشاركه فيتولي المسؤوليات المناطقة. التعديلات الدستورية 2019 علشان نكمل اللي